حصل سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة رئيس اللجنة البار أولمبية البحريني على ثقة الجمعية العمومية للجنة البار أولمبية الآسيوية بفوزه بعضوية مجلس إدارة اللجنة البار أولمبية الآسيوية للأعوام الأربعة المقبلة، كما حاز سعادته على جائزة أسيان أوردر من اللجنة البار أولمبية الآسيوية في اجتماع المجلس التنفيذي الآسيوي الذي عقد في الرياض، وذلك تقديرا لجهوده ودعمه خلال الفترة الماضية لاستضافة الأحداث الرياضية في مملكة البحرين. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ محمد بن دعيج الخليفة رئيس اللجنة البار أولمبية البحرينية. بداية نبارك لك هذا الفوز بعضوية مجلس اللجنة البار أولمبية الآسيوية في الدورة المقبلة، كيف من الممكن أن نرى انعكاس هذا الفوز على الحركة البار أولمبية في البحرين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم وشاكرين لكم على تواجدي معاكم ودعوتي لتكلم عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا. أولا نحب نبارك حق القيادة ونشكر نجدد شكرنا لهم على ثقتهم فينا، وأمانة هذه الإنجازات تأتي من دعم القيادة، ودائما بالأخص سمو الشيخ خالد وسمو الشيخ ناصر على يعني متابعتهم المتواصلة لنا، والحمد لله نقول أن اللجنة البارالمبية البحرينية في العشر سنوات أو في الأربع سنوات الماضية نظمنا 10 فعاليات دولية، وطبعا هذه الفعاليات تواجدها في مملكة البحرين بحد ذاته تبادل خبرات بين لاعبينا ولاعبين العالم، بين مدربين مملكة البحرين ومدربين العالم، الحكام الدوليين، صار عندنا حكام بحرينيين دوليين في الرياضات المختلفة. صحيح. فهذه اليوم تواجدي اليوم في مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية بيضيف للبحرين الكثير من أن احنا نعرف تصورات وخطط القارة الآسيوية، وذات الوقت يكون عندنا صلة أقرب من الأمور الفنية اللي نقدر نطور فيها ونعرف كيفية رفع مستوى لاعبينا في المستقبل. أيضا هناك فوز آخر، يعني هو الفوز بجائزة آسيان أوردر، ماذا يعني الحصول على مثل هذه الجائزة؟ هذه أمانة أكرر طبعا الدعم اللي نحصل عليه من القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد، متابعتهم لنا دائما، ويعني رأى سمو الشيخ ناصر لما قال نبغي البحرين تكون عاصمة للشباب والرياضة، نحث ونشجع على السياحة الرياضية، عملنا على هذه الأمور، وهذه الأمور انعكست إيجابيا على القارة الآسيوية، فنظمنا من أكبر الدورات. صحيح. وفي ظل جائحة كورونا 2021 دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، فكان تحدي كبير. صحيح. مش فقط للبحرين ولكن للقارة أكبرها، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وتعاون جميع الجهات فريق البحرين ما كان عندنا ولا حالة إصابة أو انتقال في هذه الدورة على حجم عدد الزوار اللي وصلنا للبحرين ما يقارب 2200 شخص، فهذه كان إنجاز كبير. وفي رياضة ذوي الإعاقة أو ذوي العزيمة في تصنيف لكل شخص، له تصنيف طبي يدخله في رياضة معينة، وفي هذه الفترة قدرنا أن احنا نصنف أزيد من 500 لاعب ولاعبة شاركوا في هذه الدورة. نعم. فهذا تأسيس
وبنية تحتية حق رياضة ذوي الإعاقة البارالمبية قدمناها حق قارة آسيا، واستمرينا في استضافات البطولات الفردية ولست الجماعية، وراح نستمر بإذن الله بإذن الله تعالى. يعني هذه الشكر يعني بعد أذن لفريقه وموظفين اللجنة البارالمبية البحرينية، لأمانة يعملون بإخلاص، ويمكن دائم نسمع سمو الشيخ ناصر يقول شباب البحريني من ذهب. نعم. فأنا دائما أعتز وافتخر بالفريق اللي عندنا في اللجنة البارالمبية، والعالم يشهد لهم. هاي الجائزة يمكن سلموها إياها باسمي، ولكن أنا سلمتها باسم فريق اللجنة البارالمبية بأكمله. نعم، الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس لجنة البارالمبية البحرينية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، وبالتوفيق إن شاء الله في المناسبات القادمة. شكرا جزيلا. سجل لاعب منتخب الجودو أسكيربي جيربيكوف إنجازا مشرفا لمملكة البحرين في بطولة آسيا المفتوحة بتحقيقه الميدالية الذهبية في وزن تحت 81 كيلوغراما في البطولة التي احتضنتها هونغ كونغ، والتي تعتبر من البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. سجل المنتخب الوطني للمصارعة إنجازا جديدا بتحقيقه ميدالية ذهبية وميدالية برونزية في بطولة بيلاروسيا الدولية للمصارعة، وتمكن المصارع خضير سيف الدين من تقديم مستويات بارزة منذ الأدوار الأولى وصولا إلى النزال النهائي في وزن 79 كيلوغرام، ليتمكن من حصد المركز الأول والميدالية الذهبية بجدارة واستحقاق. كما وصل المصارع محمد رسول إلى الدور نصف النهائي، لكنه لم يتمكن من اجتيازه ليحصل بذلك على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 74 كيلوغرام. اعتمد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للرجال لكرة اليد القائمة الأولية للاعبي البطولة الآسيوية 21 والمؤهلة لكأس العالم 2025 التي ستقام في البحرين الأسبوع الأول من يناير المقبل. وضمت القائمة 26 لاعبا. يذكر أن البطولة الآسيوية 21 ستنطلق بمشاركة 16 منتخبا آسيويا تم توزيعهم على 4 مجموعات، حيث وقع المنتخب البحريني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الإمارات، هونغ كونغ وكازاخستان. سجل فريق المحرق البحريني لكرة السلة انتصارا مثيرا على نظيره فريق النادي الأهلي السعودي بنتيجة 94 نقطة مقابل 80، وذلك في المواجهات التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية للدور التمهيدي لبطولة غرب آسيا للسوبر ليج على صالة اتحاد كرة السلة في البحرين، ليسجل المحرق فوزه الأول في البطولة محققا في رصيده 4 نقاط، فيما تلقى فريق النادي الأهلي السعودي الخسارة الثانية على التوالي. واصل فريق دار كليب سلسلة انتصاراته المتتالية في الدور التمهيدي لدور عيسى بن راشد للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على فريق النبي صالح بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة. كما نجح فريق الشباب في تحقيق أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم، والذي جاء على حساب فريق اتحاد الريف بثلاثة أشواط دون مقابل. اختتمت دورة التحليل الحركي باستخدام الحاسوب الآلي نظام الدارت فيش، والذي تنظمه الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية البحرينية بحضور عدد من مدربي الأندية والاتحادات الرياضية، والتي يحاضر فيها الخبير العالمي المعتمد الكابتن محمود فخرو بمساعدة الكابتن حامد علي رضي، وذلك بهدف دعم المجال التدريبي وتطوير الجوانب التحليلية للمدربين والأندية بما يصب في مصلحة الرياضة في مملكة البحرين. يعني يوعون أهمية التحليل الرياضي لتقييم برامجهم التدريبية، سواء يقيم في لعبة فردية يقيم لاعب، أو لعبة جماعية يقيمون الفريق. إذا يقيمون فريق معناته في مهارات فردية فيها خطط، فيها أشياء تكتيكية،
فلازم تقييم. التحليل تحليل الأداء ابتدى رسمي في أوروبا بشركات كبيرة سنة 1999، انتشر في أوروبا. احنا في البحرين إذا 2004 معنا بدينا، لأن الدول المجاورة بعد ما ابتدت في يعني أعطاء التحليل مكانته. فمجال خاص للمحلل الفني إنه يقدر يشتغل في جميع الدول العربية وحتى في أوروبا يقدر يروح لما يتخصص في تحليل الأداء الرياضي. أنواع التحليل، في علم حركة هي بايوميكانكس، وفي تحليل خططي زين على حسب المهارات الموجودة حسب اللعبة. الدورات اللي نسويها حق اللجنة الأولمبية البحرينية عامة، ما نتخصص حق يعني اتحاد معين، كل واحد كرة يد، كرة قدم، كرة طائرة، سباحة، غولف، تايكواندو، ألعاب فردية شوف، فننتقل بس كان نعلمهم علم الحركة. نجح أبطال البحرين في تحقيق إنجازات مذهلة في النسخة الرابعة من بطولة الفجيرة الدولية للتراليثيون والتي أقيمت في الإمارات. ففي سباق سبرنت للتراليثيون تألق اللاعب عبد الرحمن مبارك وتمكن من احتلال المركز الثاني. أما في سباق السوبر سبرنت للتراليثيون تمكن اللاعب عبد الرحمن الحسن من تحقيق المركز الثاني، بينما حل محمد مبارك في المركز الثالث للترتيب العام.